حضوري ضمن الوفد المغربي في هذه الدورة 14 للمهرجان العربي للمسرح في بغداد، حضور إلى جانب زميلاتي وزملائي الفنانات والفنانين والمفكرين والمبدعين والنقاد والباحثين، وأنا حاضرة في إطار الملتقى الفكري، والمشاركة ديالي كانت في ورقة الدراما أو المسرح وعلاقته بالفنون البصرية. وكما شفتي كان هناك مداخلة في علاقة المسرح بهذه الفنون البصرية، وخصوصا أن المسرح يحتوي كل الفنون وكل عناصر الإبداع. الأدوات الفكرية دائما مهمة، وكما شاهدنا في هذا المهرجان ولا حتى مثلا في المغرب في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، كانت هناك ندوة جامعة وأيضا منفتحة على مجموعة من التيمات التي تهم الإبداع بعلاقته بالممارسة وبالتنظير أيضا، لأن هي علاقة مش متباعدة وإنما علاقة ترخص وترسخ أيضا المنظر يشتغل على ما قام به الممارس. الممارس ينطلق أيضا من النظرية والبحث، وهو هذا الشيء هو مركب وتركيبي أيضا. وبالنسبة لي هي فرصة أننا نلتقي، نختلف، نتحاور، نناقش، نتجادل، وكممارسين نحاول أن نرى هل هذه النظريات وصلنا لها أم هي متجاوزة وهي في حد ذاتها نقاش صحي. اولا كوني مديره للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالمغرب، انا نتاج هذا المعهد ونتاج ايضا ممارسه فنيه بالمغرب وخارج المغرب وايضا مع مغاربه واجانب، نتاج ايضا دراسات عليا بكليه الادب والعلوم الانسانيه بتطوان، ماستر تخصص سينما وثائقيه، والان احضر في اطروحه الدكتوراه المسرح الوثائقي. ف كممثلة، كمخرجة، كباحثة كنظن بأن فضاء المعهد يلخص ما بين التدبير الإداري اللي هو أيضا موجود في التنشيط الثقافي، يعني ندبر المؤسسات الثقافية، ندبر الفنون، ندبر العملية الإبداعية، وأيضا كمبدعة ففي دائما في حالة إصغاء للطلبة، للأساتذة، لأحلامي كما كنت طالبة، لصرامتي كأستاذة، لمتطلعاتي وأفق انتظاري كمدبرة ثقافية في الصناعة الثقافية في المغرب. وكنظن بأن المعهد جزء لا يتجزأ من هذه الصناعة ومن هذا التراكم الفني، ونتمنى نكون يعني بهذا التكليف أمارس نوعا من الإبداع في الإدارة وجمع ما بين أحلام المعهد وأيضا تطلعات وأفق المجتمع المغربي. كل حاجة كيفاش حنا كنشتغلوا بها، أي حاجة خرجات التكنولوجيا قد ندمر بها أنفسنا وندمر الآخر، وقد نصنع الجمال ونصنع الإبداع. كيفاش حنا كنشوفوا التكنولوجيا؟ يعني قد تصل بنا التكنولوجيا إلى عوالم أخرى تقربنا من الصين، من أمريكا، نتحاور مع في نفس الوقت في نفس اللحظة مع إنسان آخر. التكنولوجيا هي كما كيقولوا السيف ذو حدين، كيفاش حنا كنشتغلوا بها، كيفاش كنستعملوها، نقدروا تكون طرف ديالنا في صناعة لحظة إنسانية مع أناس آخرين في جغرافيا أخرى، وقد تكون لحظة تدميرية للذات. دونك هذا اختيار، ولكن ملي كيكون اختيار لإنسان كبير واعي فهناك قوانين أيضا. كاينة حرية الإبداع، حرية التعبير المكفولة، ولكن الابتذال والخلاعة كنظن بأن لا مجال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.